مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نتعرف معا على أحد الأسماء العربية الفريدة والجميلة، وهي من الأسماء التي تحمل العديد من المعاني القيمة والرفيعة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم نبال. نبال اسم علم مؤنث ومذكر من أصل عربي، وقد جاء على صيغة الجمع، مفرده نبل ونبل ونبيل، وهو مصدر للفعل نبل ينبل نبلا، فهو نابل. يقال نبل الهدف أي رماه بالنبل، ويقال نبل أقرانه أي فاقهم نبلا، معناه النجابة والذكاء الحاد، الفضل والإنعام، الأصول الكريمة، وجاهة القوم وأشرافهم. يقال قوم نبال أي قوم أشراف نبلاء. والنبال أيضا هي السهام، وسميت نبالا للإتقان في صنعها. يقال نبل النبلة أي أحسن أعدادها. وأما النبال فهو صانع النبل أو الرامي بها. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة عطوفة ومشفقة على الضعفاء ومن يحتاجها، تثق بالآخرين وقد تخلط بين محبيها وأعدائها، ناعمة ولينة في تعاملها مع المحيطين بها بالرغم من شعورهم بتعاليها عليهم أحيانا، تحب السفر والتنقل والخرجات مع الأصحاب، لا تكترث بكلام الناس ونقدهم. صفات حامل هذا الاسم: إنسان ذو شخصية صريحة ويحب الوضوح في تعامله مع الآخرين، له طريقته المستقلة والمميزة في التفكير لكنه حذر بشكل ملحوظ، صاحب عقل منير وفكر ثاقب، متقلب المزاج وسريع الانفعال، وذلك ما يضعه تحت التوتر والقلق واستمرار الضغوط عليه، يتعلق بالحظ ويعطي له دورا كبيرا في حياته. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم نبال؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.